بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني إصحاح 2. وصلنا إن إيليا اختطف إلى السماء، وكان إليشع ملازم لي لآخر لحظة، وده كان شرط قبول إليشع لنعمة الله المضاعف لما قال له اديني نصيب اتنين من روحك. البعض بيربطها بنصيب البكر لأن البكر كان ياخد نصيب اتنين، فيعني كأنه بيقول له خليني ابنك البكر اللي ياخد من روحك ويبقى يعني هو الامتداد الطبيعي ليك. قال له إن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك. ودي تعلمنا السهر الروحي. السهر الروحي معناه أن الواحد يلتصق بالله صبح وليل، ما يسيبش حاجة تفصله عن ربنا، لأنه التراخي والتهاون وسيرة الناس وأفكار الدنيا وشهواتها تفصل الإنسان عن ربنا. إنما لو الإنسان محافظ على اتصاله بالله يبقى ياخد من روحه ويبقى رجل الله. وبعدين إليشع صرخ وقال يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. التعبير ده يكشف لنا حاجتين جوه قلب إليشع، إنه عاش تلمذته لإيليا النبي كابن، يعني هو كان مستمتع بالبنوة، فبالرغم من عظمة وقوة إيليا النبي إنما هو بالنسبة لإليشع أبوه. وبرضه تورينا انه كلمة أبونا اللي بنقولها دي ما هياش غريبة عن روح الكتاب. إيليا ما كانش طبعا متجوز ولا كان عنده أولاد، لكن لأن إليشع تلميذه فترة ده بالنسبة له أكتر من أبوه الجسدي، فكان في وداعه كل اللي بيقوله له يا أبي يا أبي. إذن ما ناخدهاش بحرفية لما المسيح له المجد يقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض، يقصد ما تتكلوش على إنسان على الأرض اتكال الأب لأن أبوكم واحد في السم، لكن ده ما يلغيش أن الواحد يقول كلمة أبونا ويقول أبويا لأبوه الجسدي، دي ما تلغيش الكلمة. فهنا كانت علاقة بنوة يا أبي يا أبي، وهنا الارتباط قوي، فالوداع مؤثر جدا لأنه إليشع ملوش غير إليه. وكلمة مركبة إسرائيل وفرسانها، يبقى إليشع شايف القوة كلها في أبوه الروحي في صلواته، القوة في صلوات هذا الرجل. يعني كلمة مركبة، المركبات دي كانت علامة قوة الجيوش، فكونوا شايفوا أنت مركبة إسرائيل وفرسانها يعني الجيش ملوش قيمة لو أنت موجود، أنت أهم من الجيش كله، أنت قوة إسرائيل. ودي طبعا تؤكد إيماننا بقوة الصلاة وقوة رجال الله، هم دول اللي يحفظوا الأمان بصلواتهم. وبعدين زي ما احنا حكينا المرة اللي فات، الرداء وقع منه فخدوا إليشع، وبعدين عبر الأردن وضرب المية واتشق البحر قدامه. ولما رآه بنو الأنبياء، عدد 15، الذين في أريحة قبالته قالوا قد استقرت روح إلي على إليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض. ولاد الأنبياء كانوا متشككين، هل ممكن يجي حد في عظمة إليه؟ في حد ممكن يعوض غياب إليه؟ لكن زي المزمور ما يقول يكون لك أبناء عوضا عن أبائك، بيقول للكنيسة كده داود النبي. يعني إيه؟ زي ما كان ليك أباء هيبقى لك أبناء من جيل لجيل، يعني الحكاية مش هتقف، لأن روح ربنا اللي طلع قديسين بيطلع قديسين في كل جيل. فهنا هما لما شافوا إليشع بيضرب المية والبحر بيقف قصاده على طول قالوا يبقى فعلا روح إلي امتدت إلى إليشع. فانفلق إلى هنا وهناك، ولما رآه بنو الأنبياء قبالته قالوا قد استقرت روح إلي على إليشع، وجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض.
برضو السجود ده زي المطانية، والمطانية أنواع. مطانية العبادة أو الخشوع أمام الله أو الانسحاق والتوبة أو الصوم والنسك، غير مطانية الاحترام والتقدير لإنسان. لأن في ناس لما ننحني قدام رجال الله يعتبرون يعني حطينا حد مطرح ربنا. لا، ما هو هنا بنو الأنبياء سجدوا لأليشع، هل هم بيعبدوا أليشع؟ لا، لكن هنا تكريم هذا الرجل، رجل الله اللي فيه روح الله، لا يتعارض أبدا مع عبادتهم لله الواحد ولا إيمانهم به. فناخد الأمور دايما بروح الكتاب المقدس بدون حرفية. وقالوا له: هو ذا مع عبيدك 50 راجل ذو بأس، دعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال: لا ترسلوا. هم على قد تفكيرهم برضو قالوا له: مش يمكن روح ربنا خطف أبوك إيليا وحطه في حتة كده في الجبال؟ طبعا إليشع فاهم أنه ده اختطاف أخير، وده اللي حصل ده مش خلاص يعني نهاية قصة إليه، وأن المركبة النارية عمرها ما حصلت في حياته قبل كده، ده دي كده أنهت على تواجده على الأرض. فقال لهم: لا، ما تبعتوش. قالوا له: نبعت 50 واحد يدوروا على الجبال كده يفتشوا، يمكن يكون واقع هنا ولا هنا. فألحوا عليه، ما هم كلهم ولاد إليه برضو، حتى خجل. هو طبعا متأكد، بس بسبب إلحاحهم خجل أليش عليه، لا يقولوا عليه يعني مش فارق مع أبوه، هيتشككوا فيه، يعني هو متأكد أن إليه صعد للسماء خلاص، لكن لأنه إليه كان قايل له: أوخذ منك، فهو كان عارف أن دي النهاية. لكن عشان لا يعثروا فيه، أو ما حدش فيهم يقول: طب ما يمكن بقى هو ما صدق، بقى هو رئيس الأنبياء مطرح إليه، ويبتدوا بقى واحد يقول كلام ملوش لازمة، أو يعني يقولوا ده اللي كان بيحبه حتى مش سايبنا ندور عليه، يمكن جسده هنا ولا هنا، عايش أو مش عايش. لما ألحوا عليه خجل وقال: ارسلوا، روحوا. فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوا. ولما رجعوا إليه وهو ماكس في أريحة قال لهم: أما قلت لكم لا تذهبوا؟ هنا تبان أحد فضائل أليشع. أليشع ده هيمشي معانا كم إصحاح، ورجل كله فضائل، مدرسة في الفضائل. وأليشع يعني ألي الأولانية دي عن الله، شع اللي هي هو شع اللي هي الخلاص، فأليشع عن الله مخلص، قريبة ليهشوع أو يهسوع برضو الله مخلص أو الله خلاص. فيه اللي تيجي في أول الاسم أو ألي دي أسماء الله، فهنا أليشع يعني خلاص الله. من الفضائل بتاعة أليشع أنه يقدر يتنازل عن رأيه. أليشع كان متأكد أن إليه صعد، لكن لما لقاهم بيلحوا قال لهم روح. كان ممكن يتشبث يقول لهم: مش أنا الرئيس بتاعكم دلوقتي، بقول لكم اسمعوا الكلام امشوا خلاص، إليه صعد. إنما هو خجل من إلحاحهم وقال لهم خلاص روح، عاوزين تدوروا روحوا دوروا. ولما رجعوا بعد 3 أيام قال لهم: ما أنا قلت لكم. في واحد ساعات من إحساسه بأنه فاهم يعني يمشي كلامه بالأمر، حتى لو فاهم صح مش لازم الحكاية بالعافية ومش لازم بالأمر. ولو الناس ما اتعظتش وما فهمتكش، طب ما تسيب الأيام تفهمهم. يعني هما بعد 3 أيام اقتنعوا، فإيه اللي يخليك تتخانق عشان تثبت كلامك؟ قول رأيك مرة واثنين، لقيت اللي قصادك مش مقتنع مع إنك صح، مع إنك صح، قول له اللي تشوفه اللي يريح. والأيام دايما تثبت مين اللي كان معاه حق وين اللي ما كانش معاه حق. الوديع يتنازل عن رأيه حتى تثبته الأيام، والمتكبر يتشبث برأيه حتى تنكره الأيام.
يعني ايه، تلاقي المتكبر يقول هي كده ويطلع غلطان، وهو عمال يتخانق ويأكد في رأيه ويطلع ملوش حق. الوديع معاه حق، انما يقول خلاص اللي تشوفه ويعملوا اللي هم عاوزينه ويطلع معاه حق. خلونا نتعلم في حواراتنا ان احنا نبقى ودعاء، نقول رأينا لكن مش لازم نتشبث، وحتى لو مقتنع تماما وشايف حاجة الناس مش شايفاها ما تخصبش عليهم، ما تفرضش عليهم، وسيب الأيام هي اللي تقول مين اللي كان معاه حق. مشكلة من مشاكل ناس كتير انه يصر على رأيه جدا ويطلع رأيه غلط. لكن فضيلة جميلة ان الواحد يعني يبقى وديع ومتفاهم ويتنازل عن رأيه، طبعا مش في العقيدة مش في الإيمانيات لكن في التفاهم. عاوزين تروحوا روحوا دوروا عليه. أما قلت لكم لا تذهبوا. وقال رجال المدينة لإليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. هما في حتة اسمها أريح اللي كان فيها زمان وقت يشوع سور أريح اللي وقع، ففيها مدينة للأنبياء. وبعدين هما بيقولوا له يجوز على سبيل التندر، يعني مش باين من النص ان هما طالبين منه معجزة ولا حاجة، هما بيتكلموا عادي بيقولوا له الموقع ده هايل لأنه قريب على نهر الأرض. ما أريحة كانت أول بلد يقابلوها بعد ما عبروا الأردن مع يشوع زمان. قالوا له الموقع هايل بس يا خسارة المية هنا مية مش حلو، ما يتشربش منها ولا يتسقي بيها الزرع، الأرض مجدبة فالأرض قحط. ففاجئهم وقال لهم طب هاتولي صحن، آتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا. فأتوا به، ما بقى ابتدوا يسمعوا كلامه اللي هو عاوزه مش هيقوحوا لأن طلع أنه معاه حق. قال لهم هاتولي صحن، جابوا له طبق وحط فيه شوية ملح، وخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. موت يعني ما فيهاش كائنات حية، لأن مع العفونة اللي في المية أو الملح الزيادة قوي الكائنات قد لا تعيش، فيبقى المية دي فيها موت. والجدب يعني ما يطلعش منها زرع، فهلا خلاص من هنا ورايح مش هيكون في المية دي لا موت ولا جدب، هتبقى مية حلوة تنفع للشرب وتنفع للزرع. فبرأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به. إلى هذا اليوم يعني إلى يوم كتابة سفر الملوك اللي يعتقد بعدها بأكثر من 200 سنة على يد أرمية النبي. القصة دي مع سذاجتها مليانة معاني حلوة، أقصد سذاجة ليه طبق وفي شوية ملح وشوية مية وبعدين يدلقهم في المية، المية كلها تتصلح، يعني حاجة كده تمشي مع جو الأرياف والبلاد. وهي دي طبيعة إليشع. إليشع هتحسوه عايش في جو كله ريفي بسيط، حتى أغلب معجزاته بتحصل مع ناس يعني بسطاء جدا، واحد يعيط عشان الفاس بتاعه وقع في المية مش لاقيه يقوم يعرف يجيبه له من المية، واحدة مش عارف كان عليها مديونية شوية زيت وشوية دقيق يقوم يسدد المديونية. فكلها قصص زي اللي نسمعها عن القديسين اللي كانوا يعيشوا في البلاد، أبونا عبد المسيح وأبونا ياسا، نفس الجو القروي البسيط ده لأنها بلاد كلها فقيرة. فكرة الملح، الملح له دلالة عند اليهود لأن كانت الذبيحة تملح بملح، يقول كل ذبيحة تملح بملح، وفي آية تقول لا تخلي الذبيحة من ملح عهد إلهك، ويقول في العهد الجديد ليكن كلامكم بنعمة مصلحا بملح، زي ما تصلح الأكل بالملح. إيه حكاية الملح ده بقى اللي ممكن يعمل معجزة؟ الملح إشارة إلى الجهاد، لأن الملح يملحوا بيه مثلا الحاجة عشان ما تفسدش، ما كانش فيه تلاجات زمان، فلما يكون عاوزين يحفظوا حاجة ممكن يملحوها خالص والملح نفسه يعني يحتفظ بيها ما تفسدش، زي الملوحة يعني والحاجات دي. فالملح
إشارة إلى الاحتفاظ بالنعمة. الملح يحافظ على الحاجة الحلوة. والأباء علمونا أي نعمة محتاجة جهاد، ولو لم يكن هناك جهاد النعمة تفارق فالفساد يرجع. يعني ربنا يسوع له المجد ولدنا ثانية بالمعمودية، دي نعمة كبيرة قوي. لكن لو ما كناش نجاهد ونحافظ على النعمة اللي خدناها في المعمودية الفساد يملأ حياتنا. هتقول طب ما أنا تعمدت بس ما فيش ملح. بدل ما فيش ملح يبقى النعمة اللي خدتها راحت. الروح القدس لن يفارق الإنسان لكنه ينطفئ، فتبقى إيه؟ كأن ما فيش نعمة في الموضوع. واحد يصلي بحرارة دي نعمة، لو ما استمرش يجاهد ويواظب ويسهر ويبقى حريص على حرارة الصلاة الحرارة تروح، النعمة تفارقه لأنه ما فيش ملح في الموضوع. فبيقول لا تخلي الذبيحة من ملح عهد إلهك. طول ما بينك وبين ربنا عهد، العهد ده محتاج جهاد. بدل في اتفاق بينك وبين ربنا، الاتفاق ده يلزمك باجتهادات وبتعب. لكن لو لم تجاهد أو تجتهد يبقى انت كده ايه، مفيش ملح، تبقى الحكاية موت وجدب، ويبقى مفيش ثمر ومفيش حياة. يبقى الحياة الروحية مرتبطة بفكرة الملح. برضو لما يقول ليكن كلامكم بنعمة، النعمة مصلحا بملح، يعني ايه؟ في واحد ياخد كلمة نعمة في الكلام، لما يتكلم ربنا يديله نعمة انه يصلح الناس مع بعض، انه يقول كلمة ربنا، ان يقول كلمة معزية مريحة، ما هي دي نعمة. انما النعمة دي لو مش معاها ملح، يعني لو الانسان ما يجهدش انه يقرا الانجيل، يحفظ ايات، يحافظ على لسانه ما يقولش كلمة وحشة، يصلي عشان ربنا يديم النعمة عليه، ادي الملح، التعب والجهاد، تلاقي النعمة راحت. وياما ناس خدت نعمة وضيعت النعمة من ايديها. يعني واحد زي يهوذا، يهوذا خد نعمة كبيرة جدا، اختير من ضمن ال 12 تلميذ ووضعت عليه اليد عشان يعمل معجزات مع ال 12، ودار على القرى وبقى يعمل معجزات. هي في نعمة أكتر من كده؟ وشاف المسيح بعينيه مش ساعة واتنين، بالأيام والشهور، نعمة كبيرة جدا، لكن ما كانش فيها ملح، لم يحتفظ بهذه النعمة، ما جهدش مع نفسه، مع أفكاره، مع الطمع اللي دخل قلبه، مع الكذب اللي مال عقله، ما جهدش. فلما ما كانش في حياته ملح راحت النعمة، وفقد إكليله، وفقد رسوليته، وفقد كل حاجة. إذا نفتكروا حكاية الملح دي، فإليشع بطريقة بسيطة جاب شوية ملح وراح عند المية ودلقهم في المية، وقال طول ما الواحد بيجاهد، طول ما الحكاية فيها ملح، المية تبقى حلوة. عشان كده ربنا يسوع له المجد أمرنا بالجهاد، يقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، اجتهدوا أن تدخلوا. يبقى الجهاد هنا وصية. ويقول في حتة تاني، من له يعطى ويزداد، من له جهاد يعطى نعمة ويزداد نعمة، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. إذا كنت ما عندكش أي ملح وأي اجتهاد، يبقى حتى لو في نعمة حلوة في حياتك تروح. فبداية معجزات إليشع أشارت إلى فكرة أساسية في الحياة الروحية، أن عشان تبقى في حياة روحية ويبقى في مية حلوة لابد من النعمة مع الجهاد، لازم ده مع ده. فبرأت المياه إلى هذا اليوم. برضو حكاية المية اللي تتغير دي، لأن أنتوا عارفين رجال الله يرمزوا بحياتهم للمسيح، تشبه ان اول معجزة عملها المسيح له المجد كانت ايه؟ كانت عرس قانا الجليل، تحويل الماء الى خمر. هنا هو حول المية البطالة الى مية عذبة، اول معجزة عملها إليشع، طبعا على اعتبار انه شق البحر ده كان مجرد يرجع لأريحة يعني. فهنا كأنه ابتدى بحياته يشاور على المسيح له المجد، اللي مش بقى هيصلح لنا المية بس، لا هيدينا طعم جديد للحياة. كأنك بتقول ده احنا مش هنشرب مية، ده احنا بنشرب خمر، والخمر دايما في الكتاب رمز للفرح ورمز للأبدية، لأنه الإنسان العادي يشرب مية، لكن
زي الماء الحي كده، إشارة إلى طعم الأبدية وفرح السماء. ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، ساب أريحة وطلع بيت إيل. بيت إيل دي لما تقروا سفر التكوين تلاقوا إنها مكان مشهور عد عليه أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكان من الأماكن الأولى في المنطقة اللي تقدس بالصلاة وتعمل فيه مذبح على يد الآباء البطاركة بنسميهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبيت إيل كان مقر العبادة فترة طويلة قبل ما يبقى فيه خيمة الاجتماع وقبل ما يكون فيه هيكل سليمان. إنما بسبب الفساد في أيام أخاب واللي بعده كل البلاد دي الوثنية ضربتها، فبيت إيل، إيل يعني الله، أصبح كأنه بيت للشيطان، يعني مكان بدل ما يكون فيه روحانية وتقوى وصلاة أصبح مكان بطال. وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه. مفروض أن إليشع معروف لأنه تلميذ إليه بقى له كذا سنة، وغالبا كانوا بيبقوا معروفين من لبسهم، اللي هم الأنبياء زي كده ما تعرفوا الرهبان من لبسهم. لكن لأن البلد دلوقتي كلها وثنية، خرجوا الشبان يتريقوا على رجل الله، يسخروا منه، عرفوه من لبسه وقعدوا يتريقوا عليه، وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. اصعد هنا قد يفهم منها ما تحصل أبوك اللي مشي، على أن إيليا صعد قبل كده فسمعوا كده، فكأنهم بيسخروا من إيليا كمان، مش مصدقين أن إيليا صعد. الناس بتقول أن إيليا صعد، هم طبعا كناس غير مؤمنين وثنيين مستهترين بيتريقوا على رجال الله، فبقوا يقولوا له ما انت كمان حصله، او اصعد لان في حتة عالية كده يعني امشي من هنا. فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب. في ناس لما تقرأ القصة دي تتخض، تقول مش دي قسوة؟ شوفوا الناس دول القديسين دول مش بيتحركوا بكرامتهم، مش بيزعلوا على نفسهم، مش بينفعلوا انفعالات زينا الواحد يتغاظ عشان اتهان، لا، الناس دول بيبقوا بيصلوا طول الوقت، فالروح القدس الذي يقودهم في الصلاة بيعمل بيهم حاجة حتى لو كانت شديدة في وقت. يعني ما نفترضش بسهولة كده ان واحد اتغاظ فلعن قامت اللعنة بتاعته مشيت، لا، الكلام ده ما يمشيش. انما اللعنة والبركة تمشي لما يكون هذا الشخص ممتلئ بالروح، شخص روحاني، فالكلمة اللي تطلع منه يمين او شمال تبقى كلمة من ربنا. فهنا زي عارفين لما بولس الرسول في احد رحلاته يقول امتلأ بالروح القدس وقال للساحر اللي قصاده انت اصلك راجل الشيطان ولعنه، فالراجل الساحر ده اتضرب بالعمى. هل نقدر نقول بولس ساعتها راجل عصبي ولا حمائي واتغاظ منه؟ لا، ده هنا بيتحرك بالروح القدس، الموضوع مش شخصي ومش كرامة، عشان ما حدش يفتكر انه بقى نبي معرفش يستحمل اهانة. لا، كل الانبياء استحملوا، يا ما استحملوا اهانات وصلت الى القتل، هم اتقتلوا. فالموضوع مش انه مش مستحمل الاهانة، واضح من القصة اللي قبلها انه شخص وديع، حتى لما قالوا له معلش نروح ندور روح ودور. فالموضوع مش شخص متكبر وعصب. لعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولد. يبدو بعد ما مشي بشوية وهم بقى عمالين يسخروا ويتريقوا ويشتموا، فوجئوا في السكة بدبتين كانت منهم 42. وفي بعض الترجمات القديمة كلمة ولد هنا مقصود بيها شاب، يعني مش كانوا أطفال صغيرين نقول لا حرام الأطفال، مش ده، لا، دول كانوا شباب مستهتر. والعقاب ده مش ليهم لوحدهم، العقاب ده ليهم والأهليهم، لأن كل دول في الأصل يهود، كان المفروض يجلوا رجل الله، كان المفروض يعبدوا ربنا، هنا دلوقتي لا بيعبدوا ربنا ولا بيحترموا رجل الله، فده معاد الدينونة. يعني دي دينونة من الله
لوثنيتهم، بس جت في اللحظة اللي غلطوا فيها فرجوا لله. وهنا في رسالة مهمة، أن من بالرغم من بساطة رجال الله واتضاعهم، ويبانوا أولالات الحيلة، يبانوا يعني إيه على قده، إيه اللي عنده أليشع يعني غير جلبيته، إنما إهانة رجل الله هي إهانة لله، إهانة رجل الله إهانة لله. ساعات ربنا يطول باله مرة واثنين، لكن مخيف هو الوقوع في يد الله. يعني ربنا ممكن يسمح لأولاده بألام، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر وكاذبين، هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. فربنا ممكن يصبر يعني يحتمل هو أيضا مع أولاده الإهانة والطرد والتعيير فترات، على اعتبار ده كله أكاليل لأولاده. لكن الموضوع ما يخلصش كده، مخيف هو الوقوع في يد الله. فلما لعنهم باسم الرب، يعني علم بالروح أن ربنا هيغضب عليهم في اليوم ده. هو على فكرة ما طلعش الدبب بإيده، يعني مش أليشع هو اللي استخرج الدببة دي، لا، هو مجرد قال ملعونين، لأنه حسب الشريعة ملعون من يسب رجل الله. هو ما قالش غير اللي قالته الشريعة، هو حكم بما تحكم به الشريعة اليهودية في الوقت ده. فهو لما قال النص اللي موجود في موسى النبي، ربنا عملها بشكل حرفي قصادهم عشان يوري لكل المنطقة ده الرجل بتاعي، ما حدش يقرب منه، ما تستقلوش بأليشع. تفكرنا وقت إيليا النبي لما طلع له واحد كده من بعيد يقول له يا رجل الله الملك بيقول لك انزل، قال له خلاص لو كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلك. ما هي نفس الموقف، لأنه بيستهين برجل الله وبيكلمه بكبرياء، قال له إذا كنت شايفني رجل الله ربنا يشوف يعمل إيه معاك. فربنا كان قايل له لا، النار هتاكلهم، عشان الملك بتاعهم يعرف، ولأنهم وثنيين برضو. خرج الدبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولد، وذهبوا من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السمر. ابتدى يلف كده زي صمويل وزي إيليا، يفتقد أولاده في كل مكان، ويعمل عمل الرعاية المشهور برجال الله. برضو نسيت أقول لكم حتى في موضوع الملح، لأنه في واحد يسأل يقول هم القديسين دول بيعملوا معجزات إزاي؟ يعني بتيجي في بالهم كده يعملوا حاجة؟ لا، المعجزة تبدأ بقيادة الروح القدس. عشان كده في موضوع الملح قبلها بكم آية كده يقول خرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه. إذن ربنا قال له روح نغير المية، لأنه مش كل مية ملحة اتغيرت في الزمن ده. يبقى واضح أنه ما بيعملوش معجزة إلا لما يكون ربنا في الوقت ده أعلن لهذا الشخص دلوقتي تتعمل معجزة، لكن مش في كل موقف يحصل معجزة. زي واحد يقول ما أنا رحت لأبو سفين ولا رحت المريمينة وعمل معجزات، بس أنا ما عمليش معجزة. أيوة، هما مش بيعملوا معجزات بمزاجهم، ما كانوش ياخدوا إذن ربنا، ما تتعملش معجزة. ولو حتى القديسين عايشين، يعني وقت البابا كرولوس مثلا، مش كل اللي راح له حصلت له معجزة، يبقى مش سليم المفهوم ده. كان كتير يدعي بالبركة زي كل الأباء، روح ربنا معاك، روح ربنا يقويك وخلاص، ويبقى اللي قدامه عاوز معجزة بس ما ياخدهاش، وحالة كل 100 حالة يقول له ربنا هيشفيك. ليه؟ لأن ربنا بيبقى أعلن له شيء، يبقى الموضوع مش عشوائي ومش ارتجالي كده ومش من مزاج، لا، دول ناس ينقادوا بالروح وبسر خفي يعلن لهم الله سره. فهنا زي ما قال برأت المياه، أبرأت هذه المياه قال الرب، اللعنة اللي خرجت من أليشع برضو خرجت بإذن إلهي، عشان كده حصل المعجزة. وملك يهورام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة. فكركم عندنا ملكين ومملكتين، والفكرة دي برضو ليها معنى أنه في ملكوت الله كمان وفي ملكوت الدنيا. ففي زمان مملكة يهوذا اللي فيها الهيكل وفيها العبادة وفيها التقوى،
وفيها ملوك حلوين، مش على طول بس بعضهم. وفي مملكة الشمال، مملكة السامرة أو مملكة إسرائيل، 10 أسباط أكثر عددا لكنهم دائما أشرار، وكل ملوكها أشرار، ويعد عليها أنبياء كتير قوي زي إيليا وإليشع ولم تقبل الرسالة. والملكين دول بيتبادلوا يعني الأيام. ففي الوقت ده كان ملك يهوذا تحت اسمه يهوشافاط، ولو تذكروا ده من أيام أخاب، ده اللي صاهر أخاب، ودي كانت غلطة يهوشافاط، وكان راجل كويس، لكن دي كانت غلطته الكبيرة إنه ناسب أخاب وجوزوا عيالهم لبعض، ودي كانت هتضيعه خالص. لكن يهوشافاط نزع المرتفعات والسواري والأوثان من بلاده، ورجع العبادة للهيكل، ونظم اللاويين، وعمل خير كتير قوي لشعبه في مملكة يهوذا. عشان كده عاش فترة أطول، وفي زمنه حصلت نهضة روحية كويسة. إنما أخاب مات موتة وحشة زي ما شفنا وقت إيليا، وجي وراه أخازيا وبرضه مات التاني لما وقع من العلية، وبعدين أدي هورام أخو أخازيا، وكلهم عيلة للأسف مفهومش تقوى، ومع وجود أنبياء بالعظمة دي في حياتهم إنما ما بيسمعوش الكلام. وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه. برضو هنا تلاحظوا حاجة، مرة قلنا إنه في نبي، في ملك كويس يطلع من ولاده ملك وحش، وفي ملك وحش ممكن يطلع ابنه ملك كويس، عشان يبان إنه مش محكوم على الإنسان إن أبوه وحش يطلع وحش، لا، هو بإرادته ممكن يتعدل. وفي نفس الوقت ممكن يبقى وحش بس أكثر سوءا وشرا من اللي قبله، أو أقل سوءا وشرا. إذن حتى كلمة وحش دي ولا شر دي، دي درجات برضو، زي ما كلمة خير ما هي درجات برضو. يعني القداسة درجات، والخير درجات، وعمل الرحمة درجات، وحياة الصلاة درجات. وعشان كده نجما يمتاز عن نجم في المجد. والشر وحساب الأشرار برضو درجات، لأن ربنا يسوع له المجد يقول ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة، يبقى الحكاية فيها درجات برضو. فهنا ربنا بيبص على الشخص يقول ده شرير أكثر أو أقل من اللي قبله، أو ده شخص تفوق على اللي حواليه روحيا، يعني تقوى أحسن كمان من اللي حواليه أو اللي قبله. معنى كده أن احنا ما نتخدعش أن احنا نقيس نفسنا على اللي حوالينا، لأن ممكن الواحد يقول طب ما نحسن من أبويا بس على كده يكون وحش برضه. وده اللي حصل مع يهورام. يهورام كان بيقارن نفسه بأخاب، أخاب ده قمة الشر، فكونه يعني بقى أقل شر من أخاب ده مش معناه أنه كويس. ده هو يمكن ما قدرش يعمل كل الشر، عشان إيزابل يعني تهدد شوية ساعتها، ما كانتش بالشدة بتاعت زمان، لكن هو نفس الطبع. فربنا له حسابات وتقدير غير البشر. يقول عمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أدال تمثال البعل الذي عمله أبوه. الحاجة الوحيدة المذكورة له كخير أنه في تمثال كبير للبعل اللي كان عامله أخاب، ويعتقد أنه كان قريب من يعني منطقة كان فيها تقوى عشان يلخبط دماغ الناس، ده اللي شاله. إلا أنه لصق بخطايا يربعام ابن نباط. يربعام ده أول واحد فصل المملكتين ونشر الوثني، ده اللي كان وقت رحبعام ابن سليمان، ده استقل بال10 أسباط وبعدهم عن الهيكل، ووزع التماثيل في كل حتة عشان محدش يفكر يرجع لربنا. فهو التصق بخطايا يربعام، يعني مشي ورا الخط القديم البطال، حتى لو كان عمل حاجة صح، حاجة صح وسط كل حاجة غلط ما تشفعلوش، ما تكفيش. الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحيد عنه. وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفة. ملك مؤاب، دي مؤاب دي منطقة جنبه، كان بيدفع زي جزية زمان لملك إسرائيل 100,000 خروف سنوي و100,000 كبش. لما أخاب مات والحكاية بقى ابتدت تضعف والملوك جايين على قدهم،
ملك مؤاب قال لك انا ادفع الجزيه ليه؟ ما انا دلوقتي معايا جيش واقدر يعني اقول لا، انا زمان كنت ضعيف فمضطر ادفع الجزيه. ده كان تفكيره. فعند موت اخاب عصى ملك مؤاب على ملك اسرائيل، وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامره وعد كل اسرائيل. ام يهورام قال لا هنحارب بقى لانه لازم يدفع الجزيه. وذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول قد عصى علي ملك مؤاب، هل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ فقال اصعد، مثلي مثلك، شعبي كشعبك وخيلي كخيلك. فاكرين هذه؟ دي نفس الغلطة اللي غلطها زمان مع أبوه، يعني يقولوا فرق 20 سنة مثلا ولا حاجة، إنما بترجع الأيام تاني نفس الغلطة. زمان يا يهوشافاط أخاب أبو الرجل ده قال لك تعالى ادخل معايا المعركة، وبعدين أنت قلت له ما احنا أصهار نسايب، طبعا مثلي مثلك، شعبي شعبك، خيلي خيلك، وقعت في الخيل. وبعدين ساعتها كنت هتموت فيها، فاكرين لما التاني تنكر أخاب ويهوشافاط افتكروا الملك ونزلوا عليه، وبعدين اكتشفوا أنه مش ملك إسرائيل فسابوه، وكان هيموت بسبب الحرب اللي ما استأذنش فيها ربنا. وساعتها زمان النبي ميخا قال لهم الشياطين بيلعبوا بالأنبياء الكذبة وبيضللوا أخاب عشان يدخل الحرب ما يرجعش، وبرضو أخاب ما سمعش الكلام. طيب دارت الأيام، الظهر نسي. فلما جالوا ابن أخاب الثاني، مش الأولاني كان مات، أخازي خد له كم سنة ومات، الثاني يهورام بقى ملك بعد منه، وقال له احنا عندنا معركة، ما تيجي تحارب معايا بحكم القرابة، ما هم قرايب برضو. قام على طول وقع زي الشاطر كده، وإيه، وقال له شعبي شعبك، خيلي خيلك، مثلي مثلك. وقبل ما نعيب في يهوشافاط ونقول له مالكش حق، خلونا نفكر نفسنا كم خطية تكررت في حياتنا. يبقى الواحد يقع بكلمة ولا في موقف ويقول ازاي بس يحصل كده، كان لازم اخد بالي، وتعدي فترة وعقبال ما ينسى يرجع تاني يدب نفس الدبة دي ويقع نفس الوقعة تاني. ليه؟ هنا النسيان رذيلة، انك تنسى ساعات تبقى فضيلة وساعات تبقى رذيلة. كونك تنسى إساءة الناس دي فضيلة، كونك تنسى الأخطاء الآخرين ما تشوفهاش دي حاجة حلوة تبقى عينك بسيطة، لكن تنسى خطأك وكيف أخطأت تبقى رذيلة. ليه؟ هيجي الشيطان يوقعك في نفس الوقعة تاني لأنك نسيت. أنت نسيت يا يهوشافاط لما كنت هتموت في المعركة دي، وخدت وقت لولا ما اتعالجت ساعتها، وأخاب مات في اليوم ده. أنت نسيت أن ما كانش مفروض تطلع حرب غير لما تسأل رجل الله، هتطلع الحرب برضو بكلمة كده فقاعدة بيقول لك تعال حارب معايا، تقول له يلا يلا ازاي وفين يا رب وفين السؤال. في ناس بتاخد قرارات عفوية عشوائية بدون السؤال والرجوع لله، وتبقى قرارات كبيرة. طب هو انت حياتك دي ماشية كده من غير ربنا؟ مش تكلم ربنا، مش تسأله، مش تسأل رجل الله وعندك رجل الله. ما كانش مفروض يهوشافاط يقع في دي، لأنه مش جديد عليه الوقعة دي. زي ما واحد من الأباء قال أنا لا أسمح لعدو الخير أن يسقطني في خطية واحدة مرتين. طبعا يا بختهم اللي بيعرفوا يقولوا كده، لكن شوفوا التقوى. أنا أول مرة ممكن يضحك علي، لكن تاني مرة أبقى مغفل لو ضحك علي، لا مش هسيبه يضحك علي. طب إحنا ترى بيضحك علينا كم مرة؟ نفس الخطية ونفس الملابسات ونفس الظروف وتقع. طب ما هو وترجع تقول ما هي مرة تاني وتالت ورابع، طب ما كفاية. مثلي مثلك، شعبي كشعبك وخيلي كخيلك. وبعدين لو واحد قال ما أصله طيب، ما الطيبة هنا غلط، الطيبة هنا بدون حكمة تبقى رذيلة برضه، لأن ربنا يسوع قال كونك بسيط دي ما تلغيش إنك تبقى حكيم. كونوا بسطاء كالحمام وكونوا حكماء كالحياة. ده راجل سكته وحش يهورام ده،
ومالوش في ربنا. تقول اصل انا بسيط، ما بعرفش اقول لا لحد. لا، كان لازم تقول لا. يعني ايه ما تعرفش تقول لا؟ لازم يتقال للنوع ده لا وتبعد عنه. يزعل يزعل، ما تفرقش، لكن دي ابديتك، ده خلاص نفسك، ده خلاص شعبك، ده خلاص بيتك. في ناس عندها من الطيبه والسذاجه انها تستكتر تقول لا لحد. لا، زي ما حاضر فضيله، لا فضيله لما تتقال في مكانها. لما يبدا اول مزمور يقول ايه؟ طوبى للرجل في ناموس الرب إرادة. في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. يقولوا له اقعد، لا. اقف، لا. طب يعني عند، لا مش عندي، دي تقوى. يبقى لا هنا مطلوبة. فمش إرضاء الناس، مش دايما فضيلة. إرضاء الناس على حساب كلام ربنا يبقى رذيلة. فقال من أي طريق نصعد؟ فقال من طريق برية أدوم. حتى السكة هيطلعوا إزاي ما سألوش ربنا. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم، ثلاث ملوك رايحين يحاربوا ملك مؤاب. طبعا هي بالعقل شكلها ينجحوا، يعني المرة دي على عكس المرات الأخرى، ثلاث ملوك أقوياء وملك مؤاب أقل منهم عددا، فهم حاسبينها بالعقل إنها على كده مش محتاجين ربنا. ما ساعات الواحد لما يحسبها بعقله يقول الصفقة دي لازم تكسب بالعقل. طيب بدل ما حطيتش ربنا، خلينا نشوف لازم تكسب دي تمشي ازاي. ما هو اللي يركن ربنا حتى لو بالمنطق وبالعقل محسوبة صح تتقلب على دماغه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، زي اللي تاهوا. يعني ملك مؤاب مش 7 أيام يعني، فعشان يوصلوا له كانت السكة أقصر، بس هم اختصروا السكة. قاموا إيه؟ لفوا في حتت وخدوا وقت طويل قوي. المية خلصت والأكل خلص، ودول في صحراء، فبقت مصيبة. دول جيوش، دي أعداد غفيرة، من قبل ما يحاربوا هيموتوا لأنه ما سألوش ربنا. ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم، بيبقوا واخدين بهائم معهم عشان يذبحوا ويأكلوا في السكك. فقال ملك إسرائيل، من المرات القليلة اللي الكتاب حط فيها كلمة هي ليه؟ لأني على اللي أنا عملته. افتكر فقال هي نفس اليوم ونفس الوقعة القديمة ونفس الحكاية الوحشة بتاعت زمان. ازاي وازاي ما سألش ربنا؟ على أن الرب دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. قال شكلها بان، يبقى ربنا قصد احنا الثلاثة الكبار نقع في يد ملك مؤاب. وهنا ذكر ربنا، قال هو شكل ربنا غضبان علينا وهيسيبنا في ايدين ملك مؤاب. بس هنا ده ملك اسرائيل لانه حس انه ما طلبش ربنا. فقال يهوشافاط، يهوشافاط عنده فضيله حلو مع انه غلطان، احنا اتفقنا انه غلطان. في واحد لما يغلط يقعد يلطم وخلاص ويقعد يقول ما فيش فايده؟ لا، في واحد لما يغلط عارف ان ربنا رحمته واسعه وباله طويل، وعارف انه لما يتوب ربنا هيقبله. فعلى طول يهوشافاط قال ايه؟ اليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ يبقى افتكروا دايما ان لما الواحد يغلط ويلخبط اول حاجة تيجي في باله اروح لابونا، اروح لرجل الله، انا لخبطت تاني بس في حل. في حل، الحل عند وكيل ربنا، وكلاء عن الله. فقال طب احنا احتسنا كده، المنطقة دي ما نلاقيش فيها رجل الله، في نبي هنا في الوقت ده. فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يد إليه. كان يدي شهرته، لأن التلميذ لما يبتدي تلمسته كان كل اللي يعمله إيه؟ يصب ماء على يد معلم، لأن المعلمين الكبار دول ما كانوش يتكلموا كتير، كانوا يصلوا كتير والكلمة تطلع بحساب أوي، إنما التلاميذ كانوا يتعلموا من حياتهم، مش يتكلموا، مش يقعدوا يوعظوا كده زينا. لا، دول ناس واخدينها صلاة وسكوت وخلوة وتقوى، فكانوا يلزقوا لهم ويتعلموا منهم كده، يتفرجوا عليهم. فكان يقال على التلميذ انه ايه؟
كان يصب ماء على يد فلان، دي كرامته. يعني قيل مثلا عن القديس أثناسيوس الرسولي اللي هو يعني عملاق الإيمان، البطرك العشرين في تاريخ مصر اللي حفظ الإيمان كله، في بداية سيرته اللي كتبوها الأجانب والزمان بقى يعني قالوا كان يصب ماء على يد أنطونيوس. يعني كرامة هذا الرجل أثناسيوس ده قبل أي حاجة، أنه بس كان إيه يقف للأنبا أنطونيوس كده يغسل له إيديه، دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة أوي، معناه خد من روح القديس أنطونيوس. ومن هنا جت عظمة أثناسيوس. أليشع كان يصب ماء على يد إيليا، دي تكفي، دي شهادة كبيرة أوي لأنه كان عايش مع الرجل العظيم ده. فقالوا له في المنطقة دي، احنا نعرف انه هتلاقوا قلاية أليشع قريبة. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب، بس هو ده احسن واحد. فنزل اليه ملك اسرائيل ويهوشافاط وملك ادوم، راحوا الثلاث ملوك لغاية قلاية او المغارة بتاعت أليشع. فقال أليشع لملك اسرائيل اول ما دخلوا الثلاثة كده، مالي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. أبو مين؟ أخاب وأمه إيزابل. وهو ما سابش السكة دي، فأول ما دخل عليه واضح ده فعلا تلميذ إلي نفس الروح. فاكرين لما زمان قابل أبوه قال له أنت مقدر إسرائيل؟ قال له أنا برضو، ولا أنت وأهل بيتك وأهل أبوك؟ فهنا رجال الله لا يخافوا أحد، ثلاث ملوك داخلين عليه وهو داخل ملك إسرائيل بص له كده قال له جاي لي ليه؟ ما تروح لأنبياء أبيك بتوع الأوثان، مش هم دول اللي أنت ماشي وراهم بقالك سنين؟ فقال له ملك إسرائيل كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. عاوز يقول له اعمل معروف أو مش وقته، احنا الثلاثة محكوم علينا بالإعدام، احنا وقعنا في يد ملك مؤاب وشكلنا هنموت كده. فيعني عاوز يقول له خلاص معلش بقى مش وقت. فقال أليشع حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. فاكرينها هي نفس الجملة بتاعت إيليا، دي روح إيليا بقى نفس التعبير. سر قوة إيليا وأليشع هو الوقوف أمام الرب، دي سر القوة. لا الوعظ سر القوة ولا المعجزات سر القوة، هي الوقفة قدام ربنا. قال له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أنه لولا أني رافع وجهي يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. يعني إيه؟ أنا لولا أنك جايب الرجل الطيب ده معاك مع أنه غلطان، أنا لا كنت عبرك ولا أكلمك. لأن يهوشافاط قلنا رجل تقي، بقاله 30 سنة عمال يصلح في بلاد يهوذا ويشيل المرتفعات والسواري ويرجع العبادة وبيخاف ربنا، دي غلطة من يهوشافاط. لكن هو بقيت سيرته سيرة كويس. هنا يبان برضو الدالة حتى للناس اللي بتغلط، يهوشافاط غلطان لكن لأن بيحاول يرضي ربنا في كل أو أغلب حياته له وجه أمام الله. قال له أنا رافع وجه يهوشافاط، يعني أنا عامل خاطر للرجل ده، لكن غير كده ما كنتش أقبلك ولا أكلمك خالص. وطبعا أليشع ما بيهموش بعد كده هيجي له نعمان السرياني مش هيكلمه، يعني ما بيخافش من حد. لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فآتوني بعواد. إيه حكاية عواد دي بقى؟ لما تذكروا وقت داود النبي شاول لما أصابه روح شرير دوروا على رجل يحسن العزف، وكان داود بتاع قصارة ومزمار وعود وكده، عشان يصلي مزامير يقوم الروح الشرير يطلع وشاول يهدم. يبدو من ساعتها بقى في تقليد انه الروحانية تحتاج الى تسبيح وترنيم وموسيقى روحية عشان الناس تعرف تصلي وتسمع صوت ربنا. وده اللي تلاحظوه في اجتماعاتنا او في قداساتنا، في موسيقى هادئة تليق بجو التسبيح وجو العبادة عشان الواحد يصلي من قلبه ومشاعره تتحرك ويسمع صوت ربنا. فهنا كأن أليشع زي اللي تشد من حضور يهورام الملك البطال بتاع أدوم برضو ملوش في ربنا،
قال لهم طب هاتولي عواد نقول كم مزمور الأول. يعني حب يدخل في جو الصلاة قبل ما يقول بالظبط ربنا هيعمل ايه، او ايه المشورة اللي تتقال في حاجة زي كده، هيحصل ايه في الموقف. آتوني بعواد. يبقى حتى هذا الرجل العظيم، رجل الله، تلميذ إيليا النبي، زي ما تقولوا يحب يصلي كويس قبل ما يقول حاجة، لأنه مش عاوز يقول كلام من عنده، لازم يكون الكلام جاي من ربنا. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. يبقى وهم بيسبحوا كده ما نعرفش خد وقت قد إيه، كانت عليه يد الرب، يعني ربنا ابتدى يفتح ذهنه للرسالة السماوية. فقال هكذا قال الرب: اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. جبابا اللي هي الأبيار الطبيعية، يعني يحفروا حفر عشان المية لما تيجي تملاه. طب احنا بنقول ما فيش نقطة مية، بنقول الحكاية هيموتوا من العطش، فربنا بيقول لا، احفروا أبيار في المنطقة دي كلها، لأن أنا هخليها جبابا جبابا، يعني أبار مليانة مية في كل المنطقة دي. ده خبر كويس، يبقى واضح أن المشكلة هتتحل. هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا. الله لخبطتنا يا رب، هنحفر بأيدينا أبيار مية ومش هنشوف مطر بعينينا ازاي؟ وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم. كانوا في حتة واطية شوية منخفضة، وادي، قال لهم ربنا بيقول احفروا جباب أو أبار وملكوش دعوة، سيبوا الباقي عليهم، لا هتسمعوا ريح ولا هتشوفوا مطر بعينيكم، بس كل ده هيتملي مية، وكل بهائمكم وناسكم هيشربوا. وذلك يسير في عيني الرب. وانتوا فاكرينها يعني شغلانة؟ فيدفع مؤاب إلى أيديكم. بما أن انتوا لجأتوا إلى رجل الله إليشع ويهوشافاط معاكم، خلاص يبقى ملك مؤاب نخلص منه، لأن تاني كان أكثر شرا. فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجار. ده نظام الانتصار الساحق، ان هم ما يسيبوش حتة من بلاد الأعداء إلا وتتكسر عشان ما تقومش تاني. وفي الصباح، طبعا الكلام شكله غريب لأن مع القحط الشديد الرجل يقول الأرض كلها تتملي مية، مش منطقي. تاني يوم الصبح عند إصعاد التقدمة، برضو إصعاد التقدمة ده توقيت، هما مش بيصعدوا التقدمة هناك، التوقيت يقولوا عند تقدمة المساء، عند تقدمة الصباح، يعني كان معاد باكر، معاد عشية، يعني معاد السلم. عند إصعاد التقدمة: إذا مياه آتي عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. إيه اللي حصل؟ المطر نزل في منطقة بعيدة، بس لأن هم وادي، المية جاية بين الجبال ودخل عليهم، وفوجئوا فجأة أن يعني مية دخل عليهم من كل حتة، في شوية الحفر اللي حفروها بقت كلها خزانات مية، زي ما قال بالظبط إليشع. يعني هم حفروا لكن ما شافوش في الأول، وده الإيمان بقى. هم سمعوا كلام إليشع وقال لهم احفروا، اجعلوا الأرض جبابا جبابا. سمعوا الكلام لأن يهوشافاط فوق راسهم، قال لهم الراجل ده اللي يقوله يمشي. وتاني يوم لقوا المية ملت كل حاجة. الإيمان هو الثقة بما يرجى، الإيقان بأمور لا ترى. هم حفروا بس ما فيش مية، مية هتيجي. انت استعد لقبول مراحم الله، استعد لقبول عمل الله، اعمل اللي عليك، ارفع الحجر لعازر يطلع. لكن تقول هرفع الحجر على ايه؟ لا، يبقى انت ما فيش ايمان. فالايمان يجعلنا نعمل بس الدور المحدود اللي علينا، وبعد كده نقف وننتظر تدخل الله. لما سمع كل المؤابين ان الملوك صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح، فما فوق وقفوا على التخوم وبكروا صباحا. يا ترى يحصل ايه في المعركة؟ ده نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.